بعد لحظات لكن بغيت من هذه المنطقه من هذا الفضاء الصوت ديالنا يوصل لمدينه طنجه كامله. واجدي واجدي طنجه وحاضرين الجاليه حاضره كما كتشوفوا بديت من والو كنت غير انا والمايك وخياري حق هذا ما مهمومة مغمومة مظلومة محرومة الحومة غير متهومة ما بقاتش الحشومة والفرصة المقصومة قدم ولا خير جمجومة العيب والخصومة الكبر ولا الكومة ولا الحبس يرش العقومة صراحة اليوم كانت أمسية رائعة بامتياز بحضور الرابور ديالنا مسلم طنجاوي اللي معروف على الصعيد الوطني والعالمي أجمع. صراحة طربنا بزاف، كنتمنى له مسيرة موفقة وتبارك الله ما كيحتاجش بأننا هو أصلا واصل وكنتمنى يتعاود هادشي إن شاء الله في دورات أخرى إن شاء الله ويكون دائما مسلم حاضر. مسلم شنقول لك سارم دائما مسلم تبارك الله كتكون محايحة، داك الشخص عندنا عزيز بزاف بالضبط هو بالضبط عندنا عزيز والله العظيم من القلب وكنكونوا بحال شنقول لك فرحانين بزاف والله العظيم تحية للمسلمات بمنبر شنقول لك يفوش علينا والله العظيم هادشي ما قادر نقول تبارك الله والجمهور ولا كل شيء تبارك الله على خلقنا اجواء مزيونه الصراحه العائلات كاملين الوالدين ديالنا كاملين كيبغيو كيحترموا داك الشخص هذاك تبارك الله عليه والله يسهل عليه ولد المدينه ديالنا في نفس الوقت فهمتيني يعني كان ميليو ليلو بزاف بالضبط حبيب اللي مجنون وما تعقب لي انا شربت تسرابي خير مني وجهل فني أشرف وزي مدينة فاس عجبني مسلم بزاف بزاف هاد السهرة هادي الهائلة الرائعة ما كنتش كنتوقع بأن السهرة تدوز هكا لا من التنظيم ولا من ناحية التنظيم لا من أي حاجة هائلة وما شاء الله وعقبة إن شاء الله لعام آخر بإذن الله من طبيعة الحال جينا حنا وليدات والعائلة ديالنا وجينا لهنايا نتبحروا في مدينة طنجة مع الأهل ديالي جيت عند الاخ ديالي اللي هو كيسكن في مدينه طنجه وما شاء الله طنجه هائله بزاف بزاف من اي حاجه وما شاء الله كيف كيجيوك الاغاني رائعين بزاف 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 ما نتصورش واحد الفرحه بزاف وتمنيت لو انني تصورت معاه ولكن ما كتبش عام اخر ان شاء الله بحول الله وكنشكركم بزاف بزاف اليوم كانت سارة جميلة وكيف ما كنقولوا كان معنا ولد الحومة ديالنا ولد مرشان ولد جماعة كنبغيو نقدموا له احترام كبير وتقدير كبير وكنشكره بزاف على هادشي هذا اللي قدمنا اليوم ولا الاحترام اللي كيحترم الجمهور ديالو ولا العائلة الأمهات ديالنا ولا كأي واحد كان حاضر معنا هنايا وكنقدموا له احترام كبير وشكرا سعيد جدا صراحة بالنجاح ديال هذا الحفل ديال مهرجان صيف طنجة وبالنجاح ديال هذا الحفل الختامي اللي هو كان متميز واللي كيميزه أكثر هو حضور العائلات العائلات الطنجاوية العائلة ديال زوار مدينة طنجة العائلات ديال 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 الجالية المغربية الحقيقة ديال العمال من الخارج كذلك الشباب والشباب من مختلف يعني السكان مدينة طنجة وهذا الشيء كامل يتلوث الصدر والهدف الأسمى هو خلق إشعاع وفضاءات للتواصل
وكذلك فضاءات للتذوق والتنوع الثقافي، فضاءات لتفجير يعني المواهب وتفجير الطاقات ديال الساكنه، وهذا مشتل حقيقي هذا المهرجان اللي كنتمناه انه يستمر يعني في ظروف افضل باش يكون يعني في تصاعد حتى يقدم الافضل في السنوات المقبله. كل صراحه على اننا في هذا المهرجان هذا قدمنا مختلف الاذواق ومختلف الانغام ومختلف الفنون، كذلك كنا فرحانين على ان كل يوم يزداد يعني الجماهير الحضور، وكان التجاوب ديال الجماهير يعني وصراحه في مختلف الفنانات، وهذا يثلج الصدر. كنشكر بالمناسبه السيد والي الجهه السيون استازي، وكذلك رئيس الجهه وكل السلطات المحليه وكل المتعاونين وكل نساء ورجال الاعلام على صراحه تشجيعهم لهذه المبادره، لان هذه المبادره لا تخدم شخص معين بقدر ما تخدم المدينه.